بسم الله الرحمن الرحيم. أختكو مريم علي زوجة المعتقل مصطفى صلاح الدين، اعتقل يوم 22/8 من الشارع، مش من مسيرة ولا حاجة، كان في كمين يعني. بس طبعا هقول لكم، يعني انا كل عيد زي اي زوجة يعني بتتمنى ان زوجها يبقى معاها في اي عيد يعني. مصطفى العيد اللي فات كان ليه مراسم خاصة يعني، كان نيجي نفطر يوم الوقفة، وبعد كده ينزل للصلاة، ينزل يعني تجهيز أرض الصلاة وكده. وكان تاني يوم في أول يوم العيد بقى كان يروح يصلي العيد ويرجع لي مثلا على الساعة 10، نفطر وننام، وبعد كده نصحى نخرجه. كان كل خروجه في العيد اللي فات ده من ساعة ما حصل فض رابعة كان يقول لي مش عايزين ننسى ان في أهالي شهداء، مش عايزين ننسى ان في اهالي معتقلين، لدرجه ان هو كان عايز يعمل يوم مخصوص لزياره اهالي المعتقلين واهالي الشهداء يعني. بس طبعا ما عملهاش بقى معايا، لا اصحابه وزمايله واصدقائه يعني كانوا هم رايحين زياره المعتقلين وكده، فهو راح معاهم يعني. انا اول يعني اول عيد بالنسبه لي، وانا حامل يعني في الشهر 7، كان نفسي جدا يبقى معايا، موجود معايا، نفرحه سوا يعني بنونو الجديد يعني، احنا منتظرينه بقالنا 4 سنين يعني. ايه تاني؟ بس هو كان يعني مأثر فيا جدا ان هو مش هيبقى معايا في العيد ده يعني. كنا بنروح نزوره اهلنا وقرايبنا، كان اول حاجه بنعملوها خالص قبل ما نتفسحوا، قبل ما نبتدوا اللي بنعملوه ده خالص، لازم نعيد على اهله، لازم نعيد على اهلنا ونقول لهم تقبل الله منا ومنكم وبس. وكنا بقى ايه بنتفسحوا وبنخرجوا برضو، بس كان بقى ايه يعني مع ان احنا يعني ايه كاننا يعني حاطين برضو اهالي الشهداء واهالي المعتقلين في دماغنا يعني. بس هو مصطفى كان حنين جدا، كان حنين جدا عليا يعني بصراحة، ما كانش بيسيبني زعلانة كتير يعني، كان يزعلني زي اي زوج عادي يعني، بس كان على طول في وقتها بعديها ب5 دقايق على طول يصالحني يعني. يعني موقف من المواقف اللي حصلت معانا في رمضان اللي فات، ان هو المفروض يعني كان اول سحور لينا مع بعضينا في رمضان، كان المفروض يجي يتسحر معايا وكده، واتأخر عليا فبسأله اتأخرت ليه، فقال لي كنا احنا عند أسرة معتقل، يعني أسرة معتقل، وهو جاي بيبكي يعني بيعيط يعني. فبقول له في ايه، بيقول لي هي يعني ما حاسس ان احنا مقصرين جدا معاهم، حاسس ان احنا ان هم اولى ان هم ياخدوا الدعم المعنوي يعني. كنت بزعل انت طب ما تيجي تسحر معايا اول يوم العيد، بس يعني تسحر معايا اول يوم رمضان قصدي، بس يعني ايه كان يقول لي هم اولى بالدعم المعنوي ده، هي زوجها مش معاها وواحدة تانية زوجها شهيد، فكان بيحب يعني كان رحيم يعني، كان رحيم بالناس يعني. كان حزين جدا جدا طبعا اللي حصل يعني، كلنا كنا متضايقين يعني اللي حصل من فض رابعة، لدرجة ان هو في يوميها كان عايز يسافر يعني، كان عايز يسافر في يوميها في يوم الفض يعني، بس الحمد لله يعني ربنا قدر ومسافرش يعني.